عضو المجلس السياسي الجديد اللي تقدر تجاوبنا، وي هل العدالة هي أولوية عند الحزب تاعكم؟ وحبينا نعرفوا أيضا هل سمعنا نظرة السيد مجاهد اللي نقوله هو عسكري سابق، خلينا نعرفوا ثاني النظرة تاعكم تجاه واش صار في بورتا وهران كسياسيين. تفضلي. يعني فيما يخص يعني العدالة في المنظور تاع الحزب تاعنا، احنا عندنا مشروع مجتمع ندافع عليه في جيل جديد، وهذا المشروع المجتمع يرتكز على مجموعة من القيم، هي أربعة القيم اللي دافع عليها الجيل الجديد، هي مسؤولية، عدل، إبداع، وتضامن. يعني العدل هو في قلب مشروع المجتمع نتاعنا، وحنا دائما نقولوا باللي المشاكل حتى في المجال السياسي في الجزائر هو انه ليست هناك عداله مستقله، وهو الشيء اللي رانا يعني نصبه من اجله، لانه ما تقدرش تكون هناك حياه سياسيه او حياه اجتماعيه او حياه اقتصاديه اذا ما كانت هناك مؤسسه يعني تفصل في المسائل القانونيه يعني تساوي بين كل المواطنين. فيما يخص الحزب نتاعي اللي هو جيل جديد، عنده مشروع مجتمع يدافع عليه، ومشروع المجتمع نتاع جيل جديد يرتكز على مجموعه من القيم اللي هي اربعه واللي حنا ندافع عليها. القيم تاعنا هي مسؤوليه، عدل، ابداع، وتضامن. يعني هنا العدل والمؤسسه العداله التي تسهر على العدل في قلب يعني العمليه السياسيه اللي حنا رانا ندافع عليها، وكل عمل سياسي تاعنا اللي رانا ندافعوا عليه ولو ميساج بوليتيك تاعنا، اهم شيء هو ان في الجزائر غياب العداله. احنا نصبو ان تكون يعني الجزائر دوله الحق والعداله. فيما يخص يعني قضيه الكوكايين، يعني هذه عمليه كبيره، ويعني استقناطر من يعني الكوكايين لا دروغ دور، يعني هو الكبير للجزائريين، الناس راهي خايفه على مستقبل ولادها، حتى يعني كنا نشوفوا لا دروغ هذيك دوس اللي راهي تتناول في الشارع، يعني مشاكل كبيره تاع الشباب. يعني احنا نقولوا اليوم التحريات راهي يعني في تتخذ مجراها، وكل الشيء اللي كان يقول فيه عبدو، ان شاء الله تكون هناك مؤسسه مستقله تاع العداله اللي يعني تدير الضوء على كل المتسببين في هذه العمليه يعني التاريخيه. مش رايك في العداله الجزائريه؟ اسكو العداله الجزائريه جو بوز لا كيستيون تو لي دو، اسكو عندنا عداله يعني تمشي بكل شفافيه وما يكونش عندها تاثير؟ خاصكم حنا نعرفوا بلي لا مافيا سيتو دي لا دروك كاين يعني دي زانتيري فينونسي كبار، ويكونوا كاين دراهم بزاف، يكونوا كاين العلاقات والنفوذ. اسكو لي جوج تاعنا يقدروا في العمليه في اون كريمينولوجي توجور نقولوا اكي بروفيت لو كريم، صح داكور. مينتونون استقناطر تاع نتاع 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 لا دروك تاع لا كوكايين، شكون اللي يستفاد منها؟ حنا نعرفوا يعني في العالم انه يعني هادو لي مافيا اي تو، حتى يعني il finance des campagnes électorales، يعني il finance يعني رجال اعمال، ويدخلوا في كل دواليب المجتمع من اجل يعني الحفاظ على مصلحتهم، الحفاظ على مصلحتهم، يعني يمولوا يعني رجال سياسه، وهذوك الرجال السياسيين يقوموا بحمايه هذا يعني لي ترافيكون دو دروغ. دركا اون سي با اسكو هذا سي ان ترانزيت اللي يروح كان يعني يروح البلدان واحد اخرى، كيما حنا نعرفوا بلي الجزائر سان بي دو ترانزيت بزاف، يعني حتى لا دروغ دوس اللي يعني في دول الجوار. اسكو سي لو كا ان سكي كونسيرن هاد لافير؟ اسكو سي اون ابيتود وحنا ما كناش عارفين بها؟ اسكو 600 كشفت وما على بالناش شحال دخل يعني اللي لم يتم المسك تاعو؟ كلها يعني تساؤلات مخيفة جدا. احنا ان شاء الله التحريات يعني تكشف كل المتورطين في هذه القضية، وان شاء الله يعني يتم يعني اون ديتروي اون بوبليك هاد لا كوكايين، باش الناس يعني اوموا يطمنوا شوية على شكرا على يعني جوستومون كاين واحد لا ريمور خاطر في المال. باسكو مريم نعطوك حقك في الكلمة. فيما يخص الدستور، كل الشخصيات في القضاء تعين من طرف رئيس الجمهورية، في المجلس الدستوري نفس الشيء، في المجالس في مختلف المجالس رئيس الجمهورية هو الذي يعين. وليك انت هذه مشكل كبير اليوم. إن على حسابك اسكو الجزائريين هل هي اولويه للجزائريين اليوم؟ لا، هل الجزائري الشارع الجزائري الشارع على بيلون؟ هضرتي على بيلون. في المجال الاقتصادي كاين يعني شيء مهم جدا،
الرئيس عندما جاء الجزائر، الجزائر كانت تعتمد على 98% في اقتصادها للمحروقات، اليوم تعتمد على 98% في المنتجات تاعها، في اقتصادها على الريع البترولي. يعني هذه الاموال الطائله التي يعني ضرتها يعني عائدات البترول، والتي لم توظف من اجل خلق يعني ديناميكيه اقتصاديه، تنويع الاقتصاد، هو يستن بيلون نيجاتيف. ما نروحش لنا ديتاي لو نومبر دو لوجمون كي ايتي في، ولا لو نومبر دو تاع الحباس اللي في كل ولايه حبس، ولا ولكن دوله ما عندهاش اقتصاد، تعتمد 98% في المداخل تاعها على البترول، ولادها يهجروا فيها المتعلم وغير المتعلم، يعني في قوارب الموت، ولا في عبر الطائرات، عبر طرق شرعيه. هذا يعني لو بيلون ما يقدرش، يعني حتى اذا كان يعني تحتوي لي نيجاتيف، إلي نيجاتيف سلبي، يعني دستوريا لا يمكن ان تكون هناك عهده خامسه. يعني الخبيره الدستوريه، الخبيره الاستاذه بن عبو، اصدرت يعني الفتوى تاعها هي الشخصيه، وكاين بزاف اللي قالوا نفس الشيء. امام هذه فتوى دارت يعني فتوى دستوريه. نعم كيفاش لو مو اناليز خير اناليز كيما حبيت ليسونسييل. هي يعني الي كوراجوز، بزاف اللي عندهم نفس الراي تاعها، ولكن بوبليك ما يهضروش على انه اذا ترشح الى عهده خامسه فسيكون يعني دوس على الدستور، لان الدستور الحالي لم يمر على الدستور، يعني التغييرات الدستوريه تاع 2016 لم تمر على الشعب، الشعب لم يستفتى فيها، معناتها هو دستور يعني معدل فقط، يرجع الى دستور 96. هذا ما يعني لا يسمح، لا يمكن للرئيس الحالي انه بمقتضى هذا الدستور انه يترشح لعهده اخرى. انا نشوف لي جينيرال في حقه يكون داكور ولا ماشي داكور، انا نهضروا على شيء دستوري. اذا يعني اذا مر على الى عهده اخرى فستكون غير دستوريه، وسيكون ستكون كود فورس كما دار دي كود فورس من قبل. واش رايك جينيرال؟